السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة وسلام. معكم مستر محمد جمال. الفيديو دوت مكمل للفيديو اللي فات، ده البارت الثاني من بقية مسائل required battery and or internal resistance. احنا اتفقنا ان المفروض البارت ده هنحل فيه 13 مسألة، انا قسمتها لك. الفيديو اللي فات حليت لك 6 والفيديو دوت حل لك 7، يبقى كده يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا واقفين لحد بروبلم نمبر 6، فدلوقتي نبدا ب7. يقول لك هنا ان ذا سيركت شون، السيركت اللي حضرتك شايفها ديت، اف ذا فولتج اكروس 6 اوم ايكوالز 48 فولت. والنبي ما نسيبش كلمه الا لما نفهمها كويس قوي، لازم يعني نتلكك على كل كلمه قالها ونفهمها. خلاص، ايه ال 6 اوم؟ ال 6 اوم اهي، ايه بقى ال 48 فولت؟ ده الفولت اللي عليها اكروس. حطه يا عم هنا على الرسم، ادي ال 48 فولت. اوكي، استنى قبل ما تكمل بقيه المساله. هو مش انا معايا في ومعايا ار اللي هي ال 6، يبقى ناقص لي مين؟ الاي. دايما خلي في بالك كده يا جماعه، دايما قانون اوم، لان هو ده القانون اللي هنشتغل عليه طول الشابتر. خلاص، احنا بنفنش الشابتر، فالقانون ده على طول في بالك. معاك في، معاك اي، هتجيب ار، معاك حاجتين تجيب الثالثه على طول. فانا معايا في ومعايا ار، اجيب الاي. الاي ديت يا مستر ماشيه فين؟ الاي دي ماشيه في ال 6 اوم. طب طالعه ولا نازله؟ دي بقى هرجع لها للباتري. فانا الباتري مطلع لي كارنت اي توتال اهو بالمنظر ده، هيفضل ماشي الاي توتال بالمنظر ده كده، هيلاقي طريقين فهيتقسم في الطريق ده، هيطلع لفوق والطريق ده هيطلع لفوق برضه. فهنا هيبقى اي 1 وهنا هيبقى اي 2. يعني انا سميت الاي اللي ماشي في 6 اي 1. يبقى انت لو عايز حضرتك تجيب الاي 1 على طول، معاك ال 48 في ديفايدد ار، 48 ديفايدد 6 على طول. اوكي، فكده تقدر تجيب اي 1 وانت لسه ما كملتش بقيه المساله ولا عملت اي حاجه، لان انت لقيت حاجتين فجبت الثالثه على طول. ده في الغالب دايما اللي انت بتجيبه ده هيساعدك في بقيه المساله. وتعالى نعمل بسرعه كده اهو، 48 ديفايدد 6 خلاص، فتطلع معانا ب 8. يبقى انا دلوقتي عرفت الاي 1 ب 8 امبير. طيب جميل، نكمل بقى. انت عايز مني ايه؟ انا عايز منك الفي بي اوف باتري، عايز منك الاي ام اف هوز انترنال ريزيستنس 2 اوم. انا مديك الانترنال جاهزه حتى على الرسمه اهي ب 2 اوم، فانا عايز منك الفي بي. طب ايه القانون اللي هيجيب لك الفي بي؟ نكرر تاني ونعيد ونزيد، ان الاي توتال ايكوال في بي اوفر ار ايكويفالنت بلس الار انترنال. طب حضرتك عايز الفي بي، طب انت معاك مين؟ معاك اي توتال؟ لا والله للاسف. طب معاك ار ايكوفلنت؟ لا، بس ممكن تقدر تجيبها بالبوينت ميثود. معاك الانترنال؟ اه معايا. طب تعالى نبدا باللي احنا عارفينه اللي هي الار ايكوفلنت، ممكن تجيبها بالبوينت ميثود. فقلنا هنبدا البوينت ميثود ازاي؟ قلنا هنحط نمبر 1 عند البوزيتيف باتري، ولو سلكه فاضيه نكرر نفس الرقم. سلكه فاضيه تاني ادي نفس الرقم 1، سلكه فاضيه تالت ركز نفس الرقم 1، وهنا كمان 1. عديت ريزيستور فهنا هيبقى 2، سلكة فاضية خد بالك 2، سلكة فاضية هناك برضو 2، عديت ريزيستور هيبقى هنا 3، هيبقى هنا 3، هيبقى هناك 3، سلكة فاضية، كل دي أسلاك فاضية، هنا برضو 3، عند الـ 8 عديت الـ 8 يبقى هنا 4. أنا أرقامي كده مظبوطة، لأن أكبر رقم مسلم نيجاتيف، ولو جربت تمشي كل أي هتلاقي إن كل أي ماشية من الصغير للكبير في كل ريزيستنس. حط لي أرقامك يلا بينا 1، بس إحنا اتفقنا ان احنا مش هنمسح اي رسمه. خلاص، مش هنمسح اي رسمه البارت اللي احنا خدناه ده، بس كل اللي وصلنا له كده على جنب اي 1 ب 8 كده على جنب كده اي 1 ايكوال 8. تعالى بقى نحط ارقامنا 1 2 3 4 ماشي، ونفضل نكرر تاني. طيب ما بين 1 و2 في عندنا 12، ما بين 1 و2 برضو في عندنا 6، يبقى هنا في 12 وتحتيها في 6 مثلا. ما بين 2 3 في 30 وفي 15 وفي 10، ما بين 2 3 30 و 15 و 10 كمان، فواضح ان هم ثلاثه بارلل. وما بين 3 و 4 في 8، هي اصلا سهله جدا. اوكي، طيب انا بقى عايز اجيب الار ايكويفلنت، فهلاقي ان 12 و 6 دول اولا بارلل، برودكت على الصم 12 باي 6 على 12 بلس 6، فالكلام ده هيطلع بكام؟ وسريعا 12 ملتبلاي 6 على 12 بلس 6 تطلع معانا 4.
خلاص يبقى دول يدوني 4. طيب وال 30 وال 15 وال 10 دول كده، دي كده 4 اهي، دول كده الثلاثه بارل ماسكين من ال 2 ماسكين من ال 3، يبقى نعملهم 1 اوفر 1 اوفر 30 بلس 1 اوفر 15 بلس 1 اوفر 10، واللي يطلع نشقلبه زي ما اتفقنا، يبقى 1 اوفر 30 بلس 1 اوفر، سوري فراكشن ثاني، 1 اوفر 15 بلس 1 اوفر 10، اللي يطلع 1 اوفر 5، لا هي هتبقى الانسر 5، يبقى الانسر بتاعنا 5. يلا نرسم نفس الرسومات تاني، يبقى 1 2 3 4، اتفقنا كده ان ما بين 1 و 2 في 4 الايكويفالنت، ما بين 2 و 3 في 5، وما بين 3 و 4 في 8. يلا الثلاثه سيريس، يبقى الار ايكويفالنت على طول 4 بلس 5 بلس 8. فهتطلع معانا 17. ادي كده الار ايكويفالنت بتاعتي، فطالعه 17 اوم. طيب جبت كده الار ايكويفالنت اهو الحمد لله، ناقص لك تجيب مين؟ الاي توتال. حلو الكلام. وانا يعني قلت الموضوع ده كذا مره في الحصه، لو مثلا ما مثلا لو مثلا عندك اثنين ريزيستور امبارل بالمنظر ده مثلا، وداخل عليهم اي توتال، فالاي توتال دي هتتقسم فوق اي 1 وتحت اي 2، فانا ممكن اجيب الاي توتال اي 1 بلس اي 2، صح؟ حق، لان هي دي اصلا ايه اللي اتقسمت ورجعت اتجمعوا تاني ويخرجوا تاني اي توتال وهكذا. او ممكن اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3، يعني على حسب البرانشز اللي الاي توتال اتوزعت او اتقسمت فيها على حسب. طب انا هنا عندي ايه؟ انا بقى شغلي بالبوينت ميثود دلوقتي، خلاص بقى امسح بقى كل النقاط ديت، مش محتاجها في حاجه، محتاج الرسم اصلا في حاجه. يا حبيبي بيقول لي ان في فولت على ال 648. اوكي ماشي، بس كده كده ماشي، في فولت على ال 648 اهو، الفولت اهو على ال 6 اوم في 48. رحت انا استغليت الفولت وجبت الاي اللي ماشي في ال 6 اللي هو طلع معانا ب 8 امبير. طب استنى، مش ال 6 وال 12 دول بارلل؟ مظبوط، تمام. خلي بالك الاي توتال داخله من 1 وخارجه من 4. حلو الكلام. كنت انا بقول لك ايه؟ ابدا من الشكل الاخير اللي انت خلصته ده، اخر شكل انت خلصته في البوينت. هو ال 12 وال 6 مش ادوني في الاخر 4؟ اه ده الايكوفلنت بتاعهم هما الاثنين. جميل، ويبقى عليهم نفس الفولت برضه 48. ايه ده ليه يا مستر عليهم نفس الفولت 48؟ لان الفولت بيكون كونستانت في البارلل، فالفولت اللي على ال 6 هو الفولت اللي على ال 12 وهو الفولت اللي على الار بتاعتهم الايكويفالنت. حتى كمان كنا بنقول ايه ده الفي، هي الفي، كنا بنقول ببساطه ان الفي بتاعت ال 12 هي الفي بتاعت ال 6، هي الفي توتال بتاعتهم هم اللي، فكنا بنفك كل في. فيلا بقى نفك كل في كده، الفي بتاعت ال 12 هنقول مثلا فوق كده في اي 1 ماشي، هيبقى اي 1 ملتبلاي 12. الفي بتاعت ال 6 اللي احنا لسه جايبينها ب 8، 8 ملتبلاي 6. الفي بتاعت التوتال هيبقى الاي توتال اللي احنا عايزين نجيبها في الار كوفلن بتاعتهم اللي هي مين؟ الفور. يبقى انا كده هقدر اجيب الاي توتال، لان الاي توتال بدايته من عند 1، هو فعلا هيبدا من عند 1 اخر شكل، يكمل في الفور ويكمل في الفايف ويكمل في الايت. خلاص هو ده بقى كده الاي توتال اللي ماشي في اخر قرارات انت حضرتك عملتها. اوكي طيب كده اقدر اجيب من الايكويشن دي، اقدر اجيب الاي توتال اهو ببساطه، اقدر اجيب الاي توتال بتاعتي 8 باي 6 ديفايدد 4، بس كده 8 multiply 6 divided 4، الكلام ده هيطلع لك 12. فالاي توتال هتطلع معانا ب 12 امبير، ويبقى كده عوض يا سيدي وهات الفي بي. يبقى نقدر نشيل الاي توتال نحط 12، نقدر نشيل الار ايكوفلنت ونروح حاطين 17 اللي احنا وصلنا لها، ونشيل الانترنال اللي هو مدهاني ونحط اللي هو مديها لك ب 2. كده القانون الوحيد هو مين؟ ال في بي هيتجاب هيتجاب، نعمل كروس ملتبليكيشن 12 ملتبلاي 17 بلس 12 ملتبلاي 17 بلس 2 يعني 19، فتطلع 228 موجوده في التشويس، موجوده طبعا اللي هي تشويس نمبر سي. السؤال اللي بعده،
نمبر 8 نمبر 8 يقول لي هنا فور ايدنتيكال الكتريك بالبس اللي انت شايفه ده بالبس او لامبس قد بعض. كنا بنقول برضو لو هما ايدنتيكال ممكن نفقد الار الواحده في اي رقم. لو هو ما طلبش الار الواحده خد بالك لو هو ما طلبش الار الواحده فدول A, B, C, and D are connected with a battery والمرة دي الباتري negligible internal resistance internal zero ماليش دعوة بيها ولكن الباتري ليها VB if the potential difference between the terminals of the bulb C is 3 volt بيقول لك الفولت اللي على أطراف البالب C ب 3 فولت أهو أنا هحط الفولت هنا أهو ب 3 فولت تمام فبيقول لي هات بقى الالكتروموتيف فورس اوف باتري يعني انا عايز الفي بي حضرتك احنا محتاجين الفي بي هرجع برضه اقول تاني هو انا لو عايز الفي بي هكتب نفس القانون اللي احنا لسه كاتبينه سبحان الله في بي اوفر ار ايكويفالنت ار انترنال عايزين نجيب الفي بي محتاج اجيب الاي توتال محتاج اجيب الار ايكويفالنت والانترنال الحمد لله من 3 بي سي فالانترنال مريحك فيها اهو في كل المسائل لحد دلوقتي طيب دلوقتي دول ايدنتيكال انا ممكن كده افرض لان هو ما قاليش هات الار بتاعت البالب الواحده انا من حقي كده على جنب اقول اسيوم الار الواحده فيهم 1 اوم مثلا وهم كلهم ايكوال بقى يبقى ده معناه ان دي 1 ودي 1 ودي 1 ودي 1 كله قد بعضه وارجع اسالك تاني حضرتك معاك حاجتين تجيب الثالثه معايا الفي ومعايا الار اجيب الاي اللي ماشيه في السي طب دي ماشيه تحت ولا فوق ارجع للباتري الباتري طالعه منها الكرنت الاي توتال اهو دخلت في الاي هتيجي في الاي تتقسم على البي والسي ففي السي نازله لتحت يبقى دي هنسميها مثلا الاي اللي احنا عايزين نجيبها في السي برضو بص لو تلاحظ البي والسي سيم ستارت وسيم اند يبقى دول بارل فالفولت اللي على البي هو الفولت اللي على السي سماسم يبقى ليهم نفس الفولت لان هم بارل فانا اقدر على طول اقول في بي قد الفي سي قد الفي توتال عليهم هما الاثنين قد الفي توتال عليهم هما الاثنين نفس الفكره الفكره دي خلي بالك بتحل مسائل كتير قوي مسائل ياما يعني ففك كل في الفي ايكوال اي ار فانا لو هفترض صح بس كده لو هفترض ان اللي ماشي في البي اي 1 يبقى اللي ماشي في السي اي 2 تقول لي يا مستر ايه مش هما ايدنتيكال مش البي مش كله قد بعضه الاي قد البي قد السي قد الدي صح صح يعني الاي توتال اللي جايه في ايه ديت هتتقسم ان ايكوال بالتساوي اقول لك مظبوط صح يعني انا بس لو عرفت الاي بتاعت السي عرفت الاي بتاعت البي ما هو الاثنين قد بعض ما هو الطريقين اللي فيهم نفس المطبات هيمشي فيهم نفس عدد العربيات والعربيات دي بالنسبه لنا هي الاي اوكي يبقى سنس كده على جنب قبل بس ما افك الفكه الجميله دي سنس كده ان كلهم عشان ايكوال يبقى الاي اي كلهم عشان ايكوال يبقى من حقك تقول ان التقسيمه واحده يبقى الاي بي قد الاي سي عشان هم بارلل وايكوال اوكي طيب تعالى بقى نفك كل في اي في ار الاي اللي ماشيه في البي سميتها انا اي 1 ما هي هي اي 2 خلاص خليها اي بقى يبقى اي في بي البي 1 انا فرضتها ب 1 طيب والثانيه اي في السي السي ب 1 برضه اوكي طيب والفي توتال اي توتال في الار ايكويفلنت اي توتال في الار بتاعتهم هم الاثنين هم الاثنين يعملوا لك ار بكام؟ ما هي الواحده ب 1 وهم ايكوال يبقى الواحده على عددهم 1 اوفر 2 حلو الكلام؟ طيب اصلا الفي توتال ده معاك جيفن هو مديك الفولت ب 3 ده الفولت اللي عليهم هما الاثنين هي جاهزه اهي هو اصلا مدينا الفولت 3 يبقى شيل الكلام ده على طول كده واحط 3 يلا 3 ديفايدد 1 ده انا جبت كده الاي ده انا كده جبت كده الاي ب 3 امبير يبقى الاي بتاعت بي هي الاي بتاعت سي ب 3 امبير تخيل معايا بقى ادي البي والسي اهم هما ان بارل زي ما انت عارف هنا ماشي 3 وتحت كمان ماشي 3 يبقى الاي توتال بكام؟ ب 6 شكرا يبقى انا كده جبت الاي توتال 3 بلس 3 اداني 6 امبير شكرا ده انا جبت الاي توتال ناقص لي بس اجيب الار ايكوفلنت الموضوع سهل الاثنين دول بارل واللي هيطلع سيريس مع الاي وسيريس مع الدي يبقى الار ايكوفلنت بص مجرد النظر بلاش بقى بوينت ناس يعني المسائل العبيطه حلها بسرعه
المسائل اللي بس اللي فيها سيركت شكل يعني يخضك حلو بوينت مش تفهم. الار ايكوفلنت تبقى بي وسي دول بارلل، فالاثنين دول يدوني 1 اوفر 2 الواحده على عددهم بلس 1 بتاعت A بلس ال 1 بتاعت D، يعني دول كده 2.54. فانا كده جبت الار ايكوفلنت بي، ومعاك الانترنال ناقص لك مين البي بي. يلا يا معلم عوض اي مشكله. الاي توتال هتبقى 6 امبير، والار ايكوفلنت 2.5 اللي هي 5 على 2 يعني، والار انترنال هو قال لي بزيرو، فشكرا اضرب بقى 6 ابلاي 2.5 هتديك على طول الفي بي اللي احنا عايزينها 6 ابلاي 2.5 تطلع معانا 50، يبقى التشويس نمبرز بس ببساطه. فديت بتنطبق عليها المساله ديت اللي انت تفرض عشان تعدي. بس لو انت ما فرضتش ما فيش مشكله، هتحلها سيمبلز يعني، بس كده هتصعبها عليك شويه. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا نمبر 9، بيقول لي تو سيميلر وايرز، سلكين شبه بعض قد بعض. واحنا بالنسبه لنا كلمه واير يا جماعه يعني ريزيستنس، يبقى انا ممكن اقول على طول ار 1 ايكوال ار 2 عشان قد بعض. تمام، ميد اوف سيم ماتيريال، الريزستيفيتي بتاعتهم ايكوال. ما هو اكيد بقى طالما هم قد بعض يبقى حاجتهم قد بعض خلاص. يعني ايه حاجتهم؟ هو ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الار؟ الريزستيفيتي واللينث والاريا والتمبريتشر، الاربع حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم. يبقى الاربع حاجات قد بعض بس خلاص. ايتش اوف لينث الاثنين ليهم نفس اللينث 50 متر، يبقى ال1 قد ال2 ب 50. فاديني ارقام بقى، والكروس سكشنال اريا 2 ملم سكوير. خلي بالك ان دي 50 سنتيمتر، اسف 50 سنتيمتر، فهنحولها 50 باي 10 باور نيجاتيف 2 متر. والاريا اريا 1 ايكوال اريا 2 ايكوال 2 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 6 متر. خلي بالك دي ملي وسكوير. افكرك بحاجه، من ملي لمتر باي 10 باور نيجاتيف 3. طب لو حطينا سكوير عشان تبقى متر سكوير، يبقى لو حطينا سكوير على 10 باور نيجاتيف 3 هتبقى 2 باي 3 10 باور نيجاتيف 6. اوكي، بس عشان كده ضربت في 10 باور نيجاتيف 6. ادي الاريات جاهزه خلاص، دي بس كنا ايه بنفتكرها بس. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ They are connected in series، بيقول لك الوايرين دول اتوصلوا series جنب بعض. والنبي ارسم لو مش مرسوم، اهو اهو وصلنا series. والاثنين بقى قد بعض، ادي ار وار. And an electric circuit to an electric circuit with a battery of internal resistance 0.5. فتوصلنا مع بطاريه ال internal resistance بتاعتها 0.5 اوم. ماشي. And an electric current 2 ampere flows. طبعا الكرنت اللي هو مدهوني ده اللي هو الاي توتال. الحمد لله الاي توتال جاهز كويس. فالاي توتال هيعدي على الار، وهو هو اللي هيعدي على الار الثانيه لان هو سيريس، فالاي كونستنت. ببساطه يعني. طيب يا سيدي. طيب بعد كده بيقول when the two wires are connected in parallel، ولما جيت وصلت نفس التو wires دول in parallel to the same battery، يعني نفس الفولت بتاع الباتري هو هو. فهو اروح راسم رسمه البارل، ادي ار وادي الار تحتها، وهوصل نفس البطاريه يعني بنفس الانترنال بنفس كل حاجه. فبيقول لي بقى المره دي التوتال كارنت بقى 6 امبير. ايه ده زاد ليه؟ ما اصل لوجيك الار ايكويفلنت في البارل، انا لما اتوصلت بارل فالار ايكويفلنت في البارل بتكون قليله، يبقى الاي توتال هتزيد. بس احنا كنا ماشيين ب 2 امبير، هنبقى ماشيين ب 6 امبير. ده منطقي، الارقام منطقيه، هو عمره ما هيجيب لك رقم يعني مش منطقي يعني. ف 6 امبير دي هتتقسم بالتساوي، يبقى هنا 3 امبير وهنا 3 امبير. قسمت ال 6 على الاثنين على عددهم، يبقى هنا 3 وهنا 3 هيتجمعوا مع بعض يخرجوا لك 6 امبير تاني، وترجع تاني 6 امبير الى الباتري. اوكي طيب، انا كده عملت انالايز للمساله، حضرتك عايز مني ايه؟ بيقول لي هات الفي بي اوف باتري، مع العلم ان الباتري دي قد الباتري دي. اوكي طيب، وعايز كمان الالكتريك كوندكتيفيتي اللي هي السيجما. احنا عايزين الحاجتين الفي بي والسيجما of wires material، السيجما 1 قد سيجما 2 لان هما الوايرين قد بعض. اوكي طيب نشتغل ازاي؟ والله انا ملاحظ
ان الاي توتال مختلفه، طبيعي الاي توتال مختلفه لان الار كوفرنت مختلف. ار كوفرنت في السيريز بنعمل بلس، يعني ار كوفرنت بتزيد، لكن ار كوفرنت في البارلل بنعمل ريسيبروكال او برودكت على الصم، فالار كوفرنت في البارلل بتقل. فاحنا البدايه واحده، انت الفي بي نفكر الاول في الفي بي، الفي بي بتتجاب منين؟ من قانون الاي توتال اللي احنا متعودين عليه، الاي توتال ايكوال في بي على الار ايكوفلنت بلس الانترنال، صح كده؟ القانون ده بقى حضرتك هتكرره مرتين، اشمعنى يا مستر؟ علشان انت عندك اثنين اي توتال مش واحده، انت عندك اثنين سيركت، فالكل سيركت بتطبق عليها قانون الاي توتال ده. يلا بينا، في كل سيركت هنطبق قانون الاي توتال. فمثلا في السيركت دي الاي توتال هنا ب 2 امبير، والفي بي احنا عايزينها على الار ايكويفلنت، مش الاثنين دول قد بعض؟ مظبوط. طيب الاثنين اللي قد بعض دول الار ايكويفلنت بتاعتهم بكام؟ ار بلس ار 2 ار. اوكي. طب مستر معلش، هو ليه ما ينفعش افرض الار؟ مش انت قلت لنا لما يكون ايدنتيكال ريزيستنس ويبقى مش طالب الريزيستنس بكام يبقى من حاجه تفريد الار ب 1، خصوصا ان هم قد بعض، هم تو سيميلر. اقول لك صح، انت صح، بس هو مديك الحاجات اللي تقدر تجيب منها الار. مش فاهم يا مستر. يعني دلوقتي الار احنا اتفقنا بتعتمد على رولا، الار ايكوال رولا، اهو نكتبها على جنب كده، الار ايكوال رولا ريزيستيف فلنس على الاريا. لو الحاجات دي مش جيفن اقول لك اسيوم الار على طول، يبقى هو مش هنحتاج الار، ولا هو عايزها ولا احنا عايزينها. لكن هو مديك اللينس جيفن، مديك الاريا جيفن، وريزيستيفتي مش مديها لك، بس مديك حاجه من حاجات مديك حاجات من الفاكتورز الافكت على الار، يبقى ما ينفعش نفرض الار. لا ده الار لازم اجيبها، يعني كده الار لازم اجيبها مستر. بس هو ما قالش ايوه، بس جاب الحاجات اللي تدل عليها. معلش المساله دي خد بالك، وخد بالك من اللي زيها بقى بعد كده. خلاص الار هو مش طالبها، لكن انا مديك حاجات تعبر عنها، يبقى كانك عايزها بس خلاص، يبقى هي هتفرق معاك في اجابه المساله. لكن لو ما جابش ولا اللينس ولا الاريا ولا الريزستيفتي ولا جاب سيرتهم، ساعتها افرض الار يا عم ب 1، افرض الار باي رقم، لان هم كلهم ايكوال. اوكي. فانا عشان كده تعمدت اسيبها ار زي ما قلتش الار برقم. طيب فخلاص احنا حطينا الار ايكوفلنت بتاعتهم هم سيريس بلس الانترنال ب 0.5. الايكويشن دي فيها تو انونز، الفي بي والار اللي انت ما ينفعش تفرضها. ما هو اصل ليه ما ينفعش افرضها؟ عشان برضه ايه ما تحفظش حاجه. انا لو فرضت الار ب 1، انت ايش عرفك ان اللينس اللي ب 50 اللي هو مديها لك دي والاريا اللي ب 2 باي 10 مريف 6 دول لما تحطهم في قانون رولا، خاصه انت مش عارف الروب كام اصلا، خلاص مين قال لك ان دول هيدوك ريزيستنس ب 1 اوم؟ فهمت قصدي ايه؟ علشان كده بقول لك ما تفرضش الار باي رقم واشتغل بيها ار زي ما هي كده. يبقى هو بيجبرك على كده انك تسيبها ار طالما اداك الحاجه اللي تعبر عنها زي اللينس والاريا او التمبريتشر او الريزيستنس. يبقى ده معناه ان انت لازم تجيب الار بكام. طيب احنا نتعود بس على حاجه، اي ايكويشن يا جماعه فيها فراكشن نحاول نكتبها على سطر واحد. ازاي؟ دي فيها فراكشن، نعمل كروس مالتيبليكيشن، اضرب ال2 هنا، اضرب ال2 تحت وبس. فانت هتخلي والفي بي هتضربها في 1، المفروض ال2 دي اوفر 1. فهنقول يبقى الفي بي ايكوال 2 افتح براكت 2 ار بلس 0.5. دي كده هنسميها ايكويشن 1. طب ده كده اللي عملناه في السيركت الاولانيه. خش على السيركت الثانيه، الاي توتال بكام؟ ب 6 امبير، الفي بي عايزينها، الار ايكويفلنت هنا الاثنين دول بارلل، الواحده على عددهم، الواحده اسمها ار وعددهم 2 بلس الانترنال زي ما هو 0.5. بعد اذنك اعمل كروس مالتيبليكيشن عشان تخليها على سطر واحد، هتبقى اسهل بالنسبه لك. 6 مالتبلاي الكلام ده و6 اوفر 1، يبقى الفي بي ايكوال 6 في الكلام ده افتح براكت ار اوفر 2 بلس 0.5. دي كده ايكويشن 2. ببساطه عندك 2 ايكويشن، بس في حاجه مشتركه بين ال 2 ايكويشن دول. ايه يا فندم الحاجه المشتركه؟ ان هنا في بي وهنا في بي، نفس البطاريه. ما هو طالما الليفت هاند سايد في الايكويشن الاولانيه بيساوي الليفت هاند سايد في الايكويشن الثانيه، يبقى الرايت هاند سايد
الايكويجن الاولانيه بيساوي الرايت هاند سايد في الايكويجن الثانيه، بديهيات خلاص. يبقى من حق تساوي الرايت بالرايت زي ما الليفت بيساوي الليفت. يبقى على طول نقول ان ال 2 multiply 2r plus 0.5 الكلام ده equal 6 for r over 2 plus 0.5. كده بقى عندك equation واحده فيها unknown واحد اللي هو مين يا برنس ال r بس بيتكرر مرتين مش اكتر. يلا بينا اهو ببساطه 2 بس. يلا هنقول 2 افتح براكت 2 تاني الفا كالك الفا سوري براكت بلس 0.5 اقفل البراكت تاني بعدين اعمل الفا كالك اللي هي الايكوال 6 افتح البراكت تاني اعمل فراكشن الفا براكت اللي هي الاكس اوفر 2 بلس 0.5 تاني اقفل البراكت تاني كده. انت عايز تجيب الاكس فهنعمل شيفت كالك ايكوال فهتطلع معانا الار بتو. الحمد لله على السلامة جبت الار. شفت بقى الار طلعت ب 2. افرض انت كنت فرضتها ب 1 انت تعرف منين بقى؟ هتعرف منين؟ علشان كده بقول لك ما ينفعش تفرض بقى في المسائل اللي يجيب لك فيها الحاجات اللي تدل على الريزستنس مش هينفع تفرض الار. شفت بقى اللينس اللي ب 50 سنتيمتر والاريا اللي ب 2 ملم سكوير جابت لك الريزستنس. اوكي طيب انا جبت الار ليه؟ علشان اقدر اجيب الفي بي. تقدر تعوض الار دي في اي ايكويشن من الاثنين. ما هي ايكويشن 1 فيها في بي وايكويشن 2 فيها في بي والاثنين فيهم الار. لو مثلا باي سبستيتيوشن ان ايكويشن 1. خدوا بالكم يا جماعه المساله دي مهمه جدا هي واي حاجه زيها. الفي بي عايزها يبقى الفي بي ايكوال 2 في 2 الار هتبقى 2 2 ملتبلاي 2 بلس 0.5 شكرا. يبقى 2 multiply 2 4 4 plus 0.5 4.5 multiply 2 هتديك 9 فولت. اعمل عكسي براحتك. فانا دلوقتي احترت ما بين بي وما بين دي. ناقص بقى اجيب الكوندكتيفيتي. لكن من اجابتنا. طيب نمسح بس الحاجات اللي احنا مش عايزينها، احنا عايزين خلاص السطرين دول. دلوقتي عشان اجيب الكوندكتيفيتي يبقى لازم اجيب الريزستيفيتي. او عادي جدا مش انت عارف ان الريزستيفيتي هي رال؟ تمام. طب والكوندكتيفيتي مش مقلوب الريزستيفيتي يبقى لارا. بس خلاص عوض. اللينس بكام؟ اهو 50 سنتيمتر 50 باي 10 باور نيجاتيف 2 والار بكام؟ ب 2 والاريا ب 2 باي 10 باور نيجاتيف 6. خلي بالك انا بجيب كوندكتيفيتي لكل واير، ما هو عايز الكوندكتيفيتي اوف وايرز ماتيريال الواير الواحد يعني. فهنجيب السيجما ببساطه هي الكوندكتيفيتي هتبقى 50 multiply 10 power negative 2 وتحت هنقول 2 multiply 2 by 10 power negative 6. فالكلام ده هيديهولنا بالرقم ده 12 1000 25000 بس كده 125000 ده المفروض choice number B تقريبا زيرو زياده. لا نمبر دي المفروض. ايوه صح نمبر دي بس اللي تحت خالص. يبقى 9 فولت و 1025 بس 125000 اوم دوت متر نيجاتيف 1. فهمتوا بس المساله دي؟ دي اهم حاجه ان احنا هنا مش هينفع نفرد خلاص. نروح بقى النمبر 10. طيب نمبر 10 بقى بيقول لي اسل. بص بقى يعني ايه، احنا بدانا ب 9 في المسائل اللي فيها 2 ايكويشنز. من اول 9 بقى لحد الاخر كده هيبقى عندنا فكره ان احنا نحل 2 ايكويشنز مع بعض زي المساله اللي فاتت. بيقول لي اسل يعني ايه سل؟ يعني باتري. انت عندك بطاريه اوف انون ام اف. الام اف بتاع الباتري ده مش معروف يعني الفي بي ما اعرفهاش. حلو الكلام. از كونكتد يعني كانه عايز الفي بي. از كونكتد تو ا ريزيستور ار 1 and a current 0.5 passes in the circuit. بص R1 بكام؟ ب 5 ohm وفي current 0.5 ampere. الاميتر بيقراه. ده كده ال I اللي طالعه من الباتري. ماشي. ده كده ال I total يعني. حاضر. ها؟
انا معايا اي توتال، معايا الار، ومش عارف الفي بي. طب الدنيا حلوه. And when here the R1 is replaced by another R2، بص بقى R2 كام ب 9، يبقى كانت 5 وبعدين 9. فالكرنت راح قلل طبعا لان الار زادت، فالاي تي ال الاثنين عكس بعض، والار بتاثر على الاي زي ما انت عارف، فالاي توتال بقت ب 0.3 امبير. بس ان ذا سيل سو ذا ام اف اوف ذا باتري بكام؟ فعايز يعرف الفي بي بكام. طيب خد بالك بس كلمه انون، انون ام اف دي هي مش بس الفي بي بكام والانترنال كمان بكام، لان هو خصوصا في المساله ما قالكش هيحصل نيجليجبل ريزيستنس. خلاص؟ ما جابش سيره نيجليجبل ريزيستنس، وكمان قال لك ان هي انون باتري، يبقى الباتري اصلا بتتعرف بمعلومتين، بالفي بي بتاعتها والانترنال بتاعتها. خلاص دول معلومتين اساسيه. ممكن يهمل الانترنال اه وممكن ما يهملهاش. يبقى انا كده يا جماعه عندي تو انونز، يبقى انا محتاج كام ايكويشن؟ تو ايكويشن. ومعايا تو سيركتس، يبقى انا هطبق قانون الاي توتال مرتين زي المساله اللي فاتت بالظبط. طب الاي توتال بكام هنا؟ 0.5 ايكوال الفي بي اللي احنا عايزينها، والار ايكوفلنت هنا 5 بلس الانترنال اللي احنا عايزينها برضه. دي كده ايكويشن 1، بس بعد اذنك اعملها لي على سطر واحد، فتبقى الفي بي ايكوال 0.5 ملتبلاي 5 بلس ار. دي كده خليناها 1. طيب خش على السيركت اللي بعده، الاي هتبقى 0.3 ايكوال في بي، والار ايكوفلنت ب 9 بلس الار. اعملها كروس مالتيبليكيشن، اضرب 0.3 تحت، يبقى الفي بي ايكوال 0.3 في 9 بلس ار. فنلاحظ كده برضو ان دي ايكويشن 2 مشتركه مع ايكويشن 1 في مين؟ في الفي بي برضه. فتلاحظ ان هما الاثنين يا جماعه تو ايكويشنز ليهم نفس الفي بي، يبقى سلاما الليفت بيساوي الليفت، يبقى الرايت بيساوي الرايت، يبقى 0.5 في 5 بلس ار ايكوال 0.3 في 9 بلس ار. هنحط الكلام ده كله على الكاسيو ونجيب الانترنال بكام؟ نفس فكره المساله اللي فاتت بس ارقام مختلفه يعني. فهنقول 0.5 تحت براكت 5 بلس ار، الار ده اللي هو الالفا براكت، نقفل براكت تاني ونعمل الفا كالك 0.3 تحت براكت تالت 9 بلس الالفا براكت. نعيد ونزيد اهو نفس الحدوته، شيفت كالك ايكوال، تطلع الار ب 1، تطلع زي ما تطلع. الار لما تطلع ب 1 عوض الار دي في الايكويشن دي او في الايكويشن دي عشان اجيب الفي بي. Substitution in equation 1 مثلا، فهتبقى الفي بي ايكوال 0.5 في 5 بلس 1، يبقى 0.5 5 بلس 1 يعني 6، يعني نص ال 6 يعني هتبقى ب 3 فولت. احنا المفروض التشويس بتاعنا نمبر بي. اوكي طيب فبسيطه زيها زي قبلها. طيب خش على نمبر 11. هنا في نمبر 11 بيقول لي a battery connected with a resistor R so the current intensity is I. ثانية واحدة بس كده، ثانية واحدة. أنا دلوقتي عندي resistor R والcurrent اللي ماشي متوصلة battery، والcurrent اللي ماشي is I. I ده معرفش الفاليو بتاعه والله. أوكي بس ده كده الI total. ماشي. And when another resistance of 0.5R connected with the first resistance، إذا يعني احنا هنوصل بقى 0.5 ار دي مع الار، فهنوصلها ايه، سيريس ولا بارلل؟ ما قاليش لحد دلوقتي. كونكتد ويز ذا فيرست اللي هي الار، فيرست دي اللي هي الار، لما نص ار اتوصلت مع اول ار، ذا كرنت انكريزز تو دبل، الاي بقى 2 اي، يعني هي كانت اي هتبقى 2 اي. فهات لي بقى الانترنال ريزيستنس اوف باتري ان ترمز اوف ار، فهو عايز الار قد ايه من الار، الار الصغيره قد ايه من الار الكبير فانكشن فيها يعني. يعني حتى لو بصيت في التشويس 1 اوفر 3 الار ولا 2 اوفر 1 الار ولا 2 اوفر 3 الار ولا 3 اوفر 2 الار. بس هو ما قاليش برضه الكونكشن هيبقى ازاي، بس انت ذكي المفروض يعني. بيقول لك الاي زادت للدبل. هي الاي امتى تزيد؟ الاي في انهي كونكشن تزيد؟ في السيريس ولا في البارلل؟ اكيد في البارلل يعني. إذا ليه يا مستر؟ لأن ببساطة الـ R equivalent في البارل بتقل، والـ I عكس الـ R، والـ R بتأثر على الـ I. يبقى ده معناه إن هما بارل. يبقى أنا السيركت الجديدة هوصلهم بارل، 0.5 R بتوصل بارل مع الـ R القديمة. بس مع نفس البطارية.
مع نفس البطارية، بس المرة دي الباتري هتطلع لي 2i، مش i بقى، كارنت زي دي الدبل. وفي انترنال طبعا في الحالتين، لان هو طالبها اصلا. خلاص هو طالبها في الحالتين. طب والفي بي يا مستر؟ مش معايا فعلا، ما جابليش سيرتها. يبقى انا عندي كده كام انون؟ عندي كتير قوي يا مستر، عندي حاجات كتير. ولا يهم، هنعوض القانون برضو الاي توتال ونشتغل عادي. بص كده برضو الاي توتال هنا هي اسمها اي ايكوال لفي بي، والار ايكوفلنت اسمها ار بلس الانترنال. بعد اذنك اعمل كروس مالتيبليكيشن، هتبقى الفي بي ايكوال اي في ار بلس ار، وسميها ايكويشن 1. يا مستر ما عنديش ارقام، خليك معايا للاخر. خش على الايكويشن اللي بعده، خش على السيركت اللي بعدها، هتبقى الاي توتال 2 اي ايكوال الفي بي اللي احنا مش عارفينها، والار ايكويفلنت بتاعتهم هما الاثنين، ناخدها برودكت على الصم بره 0.5 ار ملتبلاي ار على 0.5 ار بلس ار. مستر مش انت قلت لي انا ممكن افرض الار؟ اه طالما مش جايب حاجه تدل عليها، يعني هو هنا مش مساله ولا جايب لي ولا لينس ولا اريا ولا تمبريتشر ولا اي حاجه جيبن، صح؟ ممكن تفرض الار، مفيش مشكله. لو عايزني اقول لك ان الار 1 ممكن افرضها، بس للاسف ده مش هينفع في المساله دي. ايه يا مستر في ايه؟ ان هو للاسف عايز الانترنال فانكشن في الار، يعني مش هينفع افرض الار برقم. بص بص اللي تشوز اهو الار، عارف لو قال لي هات الانترنال بس الفاليو بتاعها بس، يعني اوكي هفرض الار بقى ايه رقم، لكن هو عايزها فانكشن في الار اصلا، فسيب الار زي ما هي للاسف. دي مساله ثانيه اهي، هسيب الار زي ما هي لان هو عايز كده، هو اللي امر بكده. 0.5 r في r، 0.5 سكوير 5 r سكوير، 0.5 r سكوير r في r، وتحت هتبقى 0.5 r بلس r يعني 1.5 r 1.5 r. فهتلاحظ ان الار اللي تحت هتروح مع واحد من السكوير فوق، وفي الاخر هتفضل 0.5 r بس واحده فوق على 1.5. طب من الاخر بقى ده طلع بكام؟ نخلص يعني نقسم على طول كده 0.5 على 1.5، ده هيدينا 1 over 3 الار. الار equivalent بتاع الاثنين دول 1 over 3. يعني والنبي تستعجل وتختارها؟ لا انا ما جبتش لسه الانترنت دي كده. الار equivalent في حاله لما توصله بارل، وانا اللي استنتجت البارل ان الاي زاد. اوكي طيب، فتحت هتبقى 1 over 3 الار بلس الانترنال الار زي ما هي. اعمل كروس مالتيبليكيشن، فهتبقى 2i افتح براكت 1 over 3، او سوري نبدا بالفي بي الاول، بلا تفرق يعني. في بي ايكوال 2i ملتبلاي 1 over 3 الار بلس الار، ودي هتبقى ايكويشن 2. هنلاحظ برضو المشترك في الاثنين ايكويشن الفي بي، هو اصلا مش عايز الفي بي، فطالما الليفت يساوي الليفت يبقى الرايت يساوي الرايت، يبقى i في r بلس r الكلام ده ايكوال 2i 1 over 3 r بلس الار. هنلاحظ بقى يا معلم الاي راحت مع الاي، الاي اللي انت خايف منها دي اللي هو مش مديها لك اصلا ايه برقم، ما تقلقش يعني فربنا يفرجها. الاي راحت مع الاي، اه في الايكوال بنشطب اللايك تيرم، هتفضل ار بلس ار حلها ماس بقى ايكوال 2، دي هتتضرب جوه في البراكت. للاسف اجباري تحل ماس في المساله دي كلها سيمبل، هتتضرب جوه هتبقى 2 في 1 over 3 يعني 2 over 3 الار بلس 2 في الار الصغير. جمع اللايك تيرمز وودي الار اللي شبه الار الصغيرة مع بعضها والار الكبير مع بعضها. هودي مثلا الار الصغيرة دي هناك تروح هناك بالماينس، والار الكبيرة ديت تروح هناك بالبلس. بس. فهتبقى ار سوري هتروح هناك بالماينس برضه. الاثنين بالماينس. هتبقى ار ماينس 2 اوفر 3 او الواحدة اهو ار ماينس 2 اوفر 3 الار ايكوال 2 ار ماينس الار. يبقى 1 ماينس 2 اوفر 3، انت تعتبر بقى ايه ان الار دي كان ما هو جنبيها 1 بتجمعها كانها واحده يعني ار واحده ماينس 2 اوفر 3 الار. يبقى لما نيجي نحل هتبقى 1 ماينس 2 اوفر 3، ده هيديك 1 اوفر 3. دول كده ادوني 1 اوفر 3 الار ايكوال 2 ار ماينس ار، 2 ماينس 1 يعني 2 ار ماينس واحده يديك واحد. كده شكرا الاجابه طلعت بالصدفه هي اجابه الاريكو. شكرا. انا بارك فيك. اوكي
طويله شويه، لكن مهمه برضه، مهم ان انت يعني المساله دي انت مجبر، ما فيش كوسه انك تحطها على الكسر، مفيش الكلام ده، مجبر انك تحلها ماث من اولها لاخر. تمام، خش على اللي بعده، نمبر 12، السؤال اللي قبل الاخير. يقول لك هنا a battery of EMF 18 فولت، ادي الفي بي جاهزه، كونكتد تو تو ايدنتيكال الكتريك بالبس، عددهم 2 وشبه بعض، ولو ما اكبرنيش ان انا اسيب الار، هفرض الار بقى وريح دماغي. Which are connected together in parallel، الراجل كان صريح، وصلوا parallel، فانا ممكن ارسمهم كده، الاثنين بار والاثنين parallel، ومتوصلين مع باتري 18 فولت. هنا الموضوع اوضح شويه، معانا باتري 18 فولت. تمام، طيب and the is a potential difference between the terminal of the battery 16.5، بيقول لك ان في فولت على البطاريه. لو فاكر الفولت ده اللي هو مين؟ التيرمينال فولت، من اسمه على اطراف البطاريه تيرمينال، ده اللي انا استفدته من ال 18. فده الفي تي يا جماعه، وده الفي بي. اوكي، while the consumed power in each fault equals 16.5 watt. المساله دي على فكره انت حليت شبهها في الهوم ورك اللي فات. فبيقول لك الباور ان ايتش بال دي لامبس، فالباور بالنسبه لنا برايت، الباور في كل لمبه بكام؟ 16.5 واط. فعايز الانترنال فريم، عايز الانترنال ريزيستنس. ماشي، كل ده كلام جميل. احنا لو نلاحظ كده ان 16.5 ديت على اطراف البطاريه، فلو سميت البوينت دي A وسميت البوينت دي B، سميت اطراف الفولت يعني، فدي سلك فاضيه يبقى دي A، ودي سلك فاضيه يبقى دي A، ودي سلك فاضيه يبقى دي A، ودي B، ودي B، ودي B. اذا انا عايز اقول ايه؟ ان 16.5 ديت هي هو اللي على الارتين البارلل، يعني برضو الارتين دول عليهم نفس الفولت 16.5. ما ده منطقي، انا استفدت من ال 18 فولت 16.5 فولت، رحت حطيتهم لمين؟ اديتهم للريزيستنس اللي موجوده في السيركت ببساطه يعني، رحت مدي ال 16.5 فولت دول للريزيستنات اللي موجوده في السيركت اللي عندك. فالفولت ثابت، الفولت ثابت عليهم هما الاثنين. وبالتالي انا طالما معايا الفي خلاص، ومعايا الباور بتاع كل واحده، طب ما تشتغل بقى كده، يبقى الباور اوف اتش ايكوال في في الاي، الباور ب 16.5 برضه، الفولت بتاع كل واحده، ما الفولت ثابت، الفولت اللي على الار دي هو الفولت اللي على الار دي 16.5 برضه، في الاي بتاع كل واحده اي اوف اتش، وهنا الباور اوف الفولت اوف اتش كونستانت والاي اوف اتش كونستانت. فانا الاي دي اقدر اجيبها، ما هو ده هيروح مع ده ب 1، الاي اللي ماشيه في كل بالب ب 1 امبير، فانا اقدر اقول ان اللي ماشي هنا 1 امبير واللي ماشي هنا كمان ايه؟ 1 امبير، يبقى الاي توتال بكام؟ ب 2 امبير على طول. يبقى انا كده قدرت اجيب الاي توتال اللي ماشي فيهم هما الاثنين، طلعت ب 2 امبير. جبت للاي توتال عشان اقدر اجيب الانترنال، فانا ببساطه جدا هقول ان قانون الاي توتال 2. فهنا انت بتقول ان انا ما عنديش ولا لينس ولا اريا وتمبريتشر، حاجات اللي تدل ان انا اجيب الار، فمن حقك كده اللي انت تعمل اسيوم للار باي رقم، اسيوم للار انها ب 1 او مثلا. هقول لك برضو ده مش ينفع في المساله دي. يا مستر الحكايه ده برضو مش هينفع؟ اه ده برضو مش هينفع. ليه؟ لان انت تقدر بالجيفن اللي عندك تجيب الار. عارف لو انت ما عندكش جيفن زياده انك تجيب الار، فعشان كده كنا بنفرض الار. ايه ده، فين الجيفن ده؟ مش انا معايا في اهي ومعايا اي، مش معايا حاجتين اجيب التالتة؟ يالا جيب التالتة بقى، يبقى الار هتبقى الفي اي 16.5 والاي 1 امبير، يعني برضو الار طالعه ب 16.5 او، جبت الار خلاص. الار الواحده ب 16.5 والار الثانيه برضو ب 16.5، يبقى انا لو عايز اجيب الارتين دول الايكوفلنت بتاعهم هي الواحده على عددهم، الواحده بكام؟ 16.5 وعددهم كام؟ 2. يبقى يلا بينا نعوض، هنشيل اي توتال ونحط 2 امبير، هنشيل اي توتال ونحط 2 امبير، هنشيل الفي بي نحط ال 18، شايلين برضو الار ايكوفلنت، ونروح حاطين ال 16.5 ديفايد 2 بلس الانترنال. كده الايكوجن دي ما فيهاش غير 1 انون واحد اللي هو الانترنال. اكتب الايكوجن بقى كاسيو، 2
والفا كالك فراكشن 18 اوفر 16.5 اوفر 2 بلس الفا براكت وبعدين شيفت كالك ايكوال هات الار تطلع معاك 0.75 هي اللي هي تشويس نمبر سي. في عندك طريقه ثانيه للحل برضو. في عندك طريقه ثانيه للحل بس برضو احنا متفقين ان احنا جبنا الاي توتال دي بنفس الستبس. ان انا ممكن ما اجيبش الار الواحده ولا حاجه. ممكن اشتغل بقانون الفي تيرمينال على طول. هو التيرمينال فولت. ده حل تاني واللي يعجبك. الفي تيرمينال زي ما انت عارف هو بيساوي الفي بي، لا هنقص من الفي بي الاي في الار انترنال. فالفي تيرمينال بكام؟ 16.5 والفي بي ب 18 ماينس الاي دي اي توتال دايما يا جماعه، فالاي توتال انت جبتها ب 2 في الانترنال. اعتقد الحل ده اقصر واسرع يعني. فتحط الايكويشن ديت وتجيب الار انترنال فهنقول 16.5 وبعدين نقول الف كالك نكمل 18 ماينس 2 ملتبلاي الار الف براكت شيفت كالك ايكوال طلعت معانا الار فعلا ب 0.5 فالاثنين يدوك نفس الانسر طبعا. ايه اللي يعجبك؟ انا بس حبيت احلها لك بالطريقتين عشان اقول لك امتى برضو تفرض الار وامتى ما تفرضهاش. انت للاسف هنا مش هتعرف تفرض لان في حاجات تقدر تجيب منها الار. معاك حاجتين اهو، معاك في ب 16.5 ومعاك الاي 1 امبير، انت معاك في ومعاك اي تجيب الثالثه على طول. اوكي؟ يا رب تكون مستمتع. طيب اخر مساله عندنا. اخر مساله عندنا اللي هي نمبر 13، اخر مساله في الفيديو النهارده. بيقول لك هنا ذا انترنال ريزيستنس كان بي كالكوليتد فروم انهي ريليشن من دول. طيب هو الانترنال ريزيستنس انا ممكن احسبها، ممكن احسبها من الرول ده اي توتال ايكوال في بي اوفر ار ايكوفلنت بلس الانترنال. فانا دي برضه ممكن احسب منها الار، ممكن كمان احسبها من الفي تيرمينال زي ما عملت في المساله اللي فاتت. في تيرمينال ايكوال في بي ماينس الاي ار، فبرضه في هنا انترنال، فالانترنال شغاله في التو ايكويشنز دول. طب هحسبها من انهي واحده؟ بص بقى على التشويس، بص كده على التشويس في في بي وفي في، وبص على الرسمه في راسم لك في، فالفي ده هو الفي تيرمينال يا جماعه اللي هو على الاطراف بتاعت البطاريه. يبقى انا اكيد في الغالب هشتغل بالقانون ده. في الغالب هشتغل بالقانون ده. طيب انا عشان اجيب الانترنال لوحدها وادي بقى الفي بي الناحيه الثانيه بالماينس، فهتبقى الفي ماينس في بي ايكوال نيجاتيف اي ار. لو عايز اجيب الار وادي الاي بالديفايدد فهتبقى في ماينس في بي اوفر اي. خد بالك دي نيجاتيف ار، بالك دي هتبقى نيجاتيف ار، فلو عايز تخلص من النيجاتيف اضرب الايكويشن دي في نيجاتيف 1 على طول، فهتبقى الار ايكوال في بي ماينس بي، في بي ماينس بي اوفر اي. ماشي. طب دي موجوده هنا؟ لا مش موجوده الايكويشن دي للاسف، ما فيهاش اي. يعني بص في في بي ماينس في بس ما فيش اي، يعني انا في الغالب هختار سي يعني، بس انا عايز اعدلها. فتعالى تعالى نتاكد بقى. في بي ماينس في على الاي، طب ما الاي دي عايز اجيبها بقى. الاي اهي السائلين، الاي هي الفي بي على الار ايكوفلنت. الار هنا مين؟ هي الار بلس الانترنال اهي. طب ما يلا نعمل سبستيوشن، نشيل الاي دي ونحط كل ده، كل ده نحط كل ده، فتبقى طب او نشيل الار ديت ونعوض عن الكلام ده، ده افضل برضه. يعني انا في الاخر وصلت ان الاي ايكوال في بي اوفر ار بلس الار. تمام. طيب فانا ممكن اشيل الار انترنال دي واحط الفي بي ماينس في على اي، او اشيل الاي اللي هنا واروح حاطط في بي على ار بلس ار. فده صح وده صح. طب وفي حل اسهل كمان، هو الاي اللي طالعه من باتري ديت مش هي هي اللي هتخش في الريزيستنس ديت؟ تمام جميل. واستناني بس، هو مش البوينت دي مثلا ايه يبقى دي كمان ايه يبقى دي كمان ايه؟ جميل. طب لو دي بي يبقى دي كمان بي يبقى دي كمان بي. حلو، سكه فاضيه. يعني انا عايز اقول ان الفي دي ممكن تترسم هنا. ده طلع الفي تيرمينال دي هي هي الفولت على الريزستنس، ده منطقي، مفيش في السيركت غير ريزستنس واحده فالفولت هيتوزع عليها. فانت لو عايز، لو معاك الفي ومعاك الار ممكن تجيب الاي. يعني انا عايز اقول ايه؟ ان في قانون تاني للاي
بدل ده هيبقى في على ار بس. ال في تيرمينال يعني على الار بالظبط. هو ده بقى اللي احنا نحتاجه. احنا مش هنحتاج ده ولا نحتاج ده. ده هيخليك تتلخبط او هتشتغل ماس كتير. فاحنا هنخش على طول في المضمون وايكوال في تيرمينال على الار او الفي يعني على الار ونشيل بقى الاي دي نحط في تيرمينال الاي. تعالى بقى نمسح الكلام ده. ونقول على طول يبقى الار انترنال ايكوال في بي ماينس بي اوفر الاي دي هنشيلها ونحط في اوفر ار اللي تحت خالص بيطلع فوق خالص. يبقى الار ايكوال في بي ماينس في اوفر في والكلام ده مضروب في مين؟ في الار. اعتقد الشكل ده موجود طبعا في اللي في بي ماينس في اوفر في في الار. شكرا. بس انت طبعا اول ما توصل ان في بي ماينس في على طول اختار الشكل ده. هي الميزه ان اللي تشويسز سي هي المميزه هي الوحيده الفي بي ماينس بي الباقي في لوحدها او في ماينس بي. اوكي بالتوفيق ان شاء الله. دي كانت اخر مساله معانا في الفيديو النهارده وده البارت 2 والاخير في جزء الريكوارد باتري فور انترنال ريزيستنس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.